fellow citizens. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. يعني تعرضنا للقصف في البيوت اللي بصفنا كلها موقعاً يعني بقى بس بيتنا. يعني ثاني يوم الصبح من صعدنا للسطح شفنا مكان الفراش مالتنا كله متزرف. الوضعية كلش تعبانة، القصف على الأحياء، على المناطق، ناس تدمرت، طائرات تضرب، قصف هواية. بدء دخولهم يعني اجتيازهم قصر والمدن الجنوبية صار أكو نوع من أنواع الفرحة، كان واحد ممكن أن يشوف الفرحة على الناس. مع 9/4 سبق ذلك يعني طبعا كان اكو معارك قويه جدا في الجنوب، ولكن مع بدء دخولهم يعني اجتيازهم قصر والمدن الجنوبيه صار اكو نوع من انواع الفرحه، يعني كان واحد ممكن ان يشوف الفرحه على الناس. صار اكو هيجي قلق من انه ممكن النظام يسوي هجمه على الاقليم او يسوي هجمه على أو بالكيميائي مثلاً، فاضطرت العوائل إنه تروح تشتري بلاستيك وتسد الشبابيك لأنه ممكن يصير قصف كما حدث في حلبشة وغيرها من المناطق. دخلت وأنا بعد 25 سنة لم أكن أعرف بغداد، لم أرى بغداد. بالنسبة إلي أقول قلبي يخفق، عقلي شيء آخر، في حلم، كيف راح أتصرف، كيف راح أواجه الأمور. حقيقة يعني مشاعر وأحاسيس يعني مسرعة لا أستطيع أن أعبر عنها كانت. يعني صح راح أكون في بغداد؟ حقيقة لحق في 8/4 حينما أعلن قانون إدارة المرحلة الانتقالية في العراق اللي هو بمثابة الدستور المؤقت، أيضاً أدرجت الكوتا بنسبة لا تقل عن 25% في مقاعد مجلس النواب، وهذه كان الانتصار الثاني للحركة. إحنا قرابتنا يعني بغير محافظة يعني بكربلة، فرحنا يومهم تقريباً أنا 3 أشهر ما أقدر أطب للمنطقة، يعني خوف والدتي حامل، فقلنا خاف نتعرض لهيك شيء بعد، واحنا ما نعرف شنو اللي صار اصلا وليش هيك. يعني كل من ساد بابا وقاعد وبالليل نايم بالسطح وينقصوا، ما نعرف لا هو لا سيارته لا اي شيء. يعني لحد الان اثر عليه ماكو، يعني طلع كانت والدته بالمستشفى فراح يجيب يعني اكل الها، ف وراح بعد ما رجع لا هو ولا سيارته ولا عيش. إلى الآن الموقف مستحيل أنساه، اللي هو أعتقد جيران يبيع أقراص سيدي أو هيتشي أو هذا الكاسيت، فطبوا عليهم مسلحين وقتلوه. صار القتل بالشارع، صار انتشر الدمار بالشارع، وأعتقد أنه هذا نتيجته اللي هو الكبت والظلم اللي كان بالنظام السابق. أيام الحرب يعني والقصف كان يعني الرعب وأصوات الانفجارات وأصوات الإطلاقات، يعني هذا كله يعني عشناه برعب احنا وقلق. يعني أثناء الحرب والقصف اللي كانت بمنطقتنا وهاي بغداد داخل بغداد، كانت بصفنا مطرية للقاعدة القوات العراقية وتعرضنا للقصف، وهاي كان هذا الشيء يعني سبب لنا صدمه تقريبا وقتها، من كنت طفل او لحد الان كنت اتذكر الذكريات، وهاي كان وضع كله صعب.